اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا، ولسه مكملين مع الكابتن ضياء السعيد. كابتن ضياء، النادي الاهلي ناس كتير بتتساءل ليه النادي الاهلي بتاع الموسم ده وبدايات الموسم ده مختلف عن النادي الاهلي بتاع بدايات الموسم اللي فات. فرق كبير جدا، سلبيات كتير، بقت حاسس ان في دروب كبير جدا وانت في بدايه الموسم. المفروض الدروب ده ما يجيش، يجي في النص كده شويه وما يطولش. حاسس ايه السبب يا كابتن؟ والله حاسس انه في ما بين تعالي في الاول وعدم تواضع لنقله تانية خالص لخوف، لكن اللي موجود في عدم تواضع، في تعالي، في استسهال، ما فيش الجمعيه في المسؤوليه. انت اتكلمت في الانترو على الروح، مش موجوده، مش شايفينها. يعني احنا لو هنبتدي من الاول بطوله انت خسرتها كاس السوبر الافريقي، انت اتحاد العاصمه على الورق يا كابتن، يعني انت فارق ما بينك وما بين اتحاد العاصمه كبير قوي لصالح النادي الاهلي. الفرق كبيره حاجتين بيوقعوها، والمفروض ما يبقوش عند لا اللعيبه ولا الجهاز، انك عدم احترام الخصم وعدم التواضع والاستسهال، ده يضيع منك كل مقومات النجاح. الروح تلاقيها عند واحد مش عند التاني، مفيش اجماع. تلاقي الشغل الفردي شغال، حتى الفردي تلاقي نفسك بتعمل باصات كتيره غلط، تلاقي نفسك بتدافع وحش، ما بتدافعش جماعي، على الفردي بتحصل وبتتغلب. ترجع كان مردودك كويس في اول ماتشين في الدوري، تروح على الدوري الافريقي، الحاجه الثانيه اللي المفروض ما تبقاش في الفرقه الكبيره انك تخاف من خصم، الخصم يبقى اعلى فتخاف منه. انت بتتكلم على صن داونز، صن داونز، فتخاف فتلاقي نفسك طيرت نص هما ماتشين، ضاع منك ماتش من خوفك وقلقك جهاز ولعيبه. بس مش يمكن يبقوا معذورين يا كابتن في طريقه الاداء بتاعه المباراه الاولانيه، خصوصا ان مش معذورين المواقف قبل كده هناك ماتش خمسه. الخوف ما بتكلمش انك تدافع، لا، انك تعرف تدافع وانك تبقى مرعوش وانك مش عارف تعمل تحولات، انك واقف كل الفرقه في نص الملعب وبتخترق واللعيبه بتلعب في وسطيك، وانك لما بتمسك الكره وبتروح مطفشها. ده اهم حاجه عند الفرق الكبيره اللي بتكسب بطولات، انها تكون بتدافع كويس. طب انا كنت شفت لك تصريحات يا كابتن ضياء، يعني ما كنتش مرحب بالدوري إطلاق. الافريقي اصلا اطلاقا، وشايف ان البطوله ما لهاش لازمه، لا شايف اولا ان هي مزنوقه وعامله لود على اللعيبه، عامله لود، تنظيمها سيء جدا، فلوسها ما كانتش واضحه، مش واضحه خالص. مره يقولوا 6 مليون دولار وبعدين بعد كده نزلوا مره واحده ل 2.5، وبعد كده طلعوا اربعه إيه، وفي البدايه 10. سافر مواعيدها، شوف انت رحت لعبت ماتشين سان داونز في اربع ايام، ثلاث ايام بالظبط، او في ثلاث ايام، مواعيدها وحشه جدا. وبعدين انا ما بتكلمش على الضغط البدني على اللعيبه بس، انا بتكلم انت معنويا كمان. لما بيتقال لك انك انت خسرت بطوله، بيتقال كده، انت خسرت بطوله وانت ما اشتركتش ليه في البطوله العربيه؟ وده اللي بيتقال فعلا يا كابتن، ان النادي الاهلي لسه في بدايه الموسم وخسر بطولتين، فدي حتى معنويا ده بتتقال لما تتقال لك ده انت في شهرين خسرت بطولتين، وانت في الشهرين دول المفروض انه التدرج بيطلع، انت بتتكلم على 12 ماتش انت بالدوري، انت واخد بالك؟ ف قلت هتاثر على الموسم، كنت شايف ان يبقى التركيز في دوري ابطال افريقيا هو اللي بيوديني كاس العالم. لكن هي المشكله مشكله اقتصاديه كمان، انت محتاج فعلا موارد. يعني انت ماتش، تخيل ماتشين سيمبا دول ب 50 مليون جنيه، فيعني انت داخل مضطر عشان الموارد. لكن هي فنيا لا، انا عارف وقلت مش هتفيدنا، بالعكس دي ممكن تاثر علينا في بقيه المسابقات، وهي احنا لسه ما طلعناش منها لحد دلوقتي. في الماتشين اللي لعبناهم في الدوري احنا لسه ما طلعناش، ماتش المقاولين وماتش سيراميكا كسب الاهلي، سيء كسب، كسبنا، دي الايجابيه الوحيده في الماتشين. بس الاهلي مش مقنع في الماتشين، لا مش مقنع، في حاجات كتير على المستوى الفردي ولاعيبه مستواها نازل. طبعا اللعيبه في جزء كبير تلام عليه بشكل كبير جدا،
بالاستسهال في كل حاجه، الاستسهال في ما فيش روح الجماعيه دي مش موجوده. بقول لك الايجابيه في الماتشين انك كسبت، وده يعني انذار